السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب وصبايا، بتمنى الصحة والعافية والسلامة للجميع إن شاء الله. بالنسبة للميديكال باراسايتولوجي وغيرها من المواد اللي أنا بعطيها، إن شاء الله بالنسبة لي راح أعتمد الجوجل كلاس روم بتنزيل المواد النظرية، المواد العملية، شرحهم باي فيديوز، أي assignment أي quiz ممكن إني أطلبه منكم راح يكون نازل كلياته على الجوجل كلاس روم. بتمنى منكم شباب وصبايا إنكم تتابعوا الكلاس روم بشكل متواصل وتلتزموا بالمواعيد أول بأول. قبل ما أبلش بلكشر اليوم، خلينا نحكي شوي عن علاماتكم بالفيرست exam of medical parasitology. العلامات كلها امبارح نزلت. العلامة اللي شفتوها هي العلامة بعد البونس. البونس كان only 3 marks. أي حدا حاب يتأكد من علامته، شاك إنه علامته ممكن تكون أعلى من هيك، ما عندي أي مشكلة، بس نداوم إن شاء الله على خير وسلامة. أي حدا فيكم بيقدر يجي يراجع علامته، يراجع ورقته، يتأكد بالجمع، يتأكد بالتصحيح، ما عندي أي مشكلة. وإذا إلك عندي أي حق راح تاخده من عيوني إن شاء الله. وبتمنى إنه تكون علاماتكم بالسكند وبالفاينال أحسن من هيك. هلا بالنسبة للكتشر اليوم، in previous lecture we started by nematodes phylum. أخذنا عن الأسكارس، هاي اللكتشر رح نكمل عن النيماتويد. بالنسبة للنيماتويدز أو بنقولها الراوند وورم، have two groups intestinal nematodes and tissue nematodes. According to intestinal nematodes, a group consists of Trichus trichura, Ankylostoma duodenal, and Nicator americanus, and others. Okay. According to tissue nematodes, consist of Trichinella spiralis, Toxocara, Canis, and others. خلينا نبلش بأول species of intestinal nematodes اللي هو Trichus trichura. Trichus trichura فيها second name اللي هي الويبورم، نقدر نحكي عنها الويبورم according to its shape. ليش سميناها ويبورم؟ هلا شو معنى ويب؟ الويب اللي هو الصوت. فلما تشوفوا الادلت ورم of Trichus trichura شكلها بالضبط مثل الصوت، فلهيك سميناها الويبورم. According to epidemiology, about 350 million infected in some areas. Prevalence of Trichus trichura infection approximately from 90 to 100% of population. لكن Trichus trichura infection is restricted to warm climate. ليش بالتحديد warm climate؟ لأنه the impregnation of Trichus trichura egg need moderate warm soil or done in moderate warm soil. So بتحتاج ال warm climate. الامبريونيشن بيرود عادة بتاخد from 10 to 14 days حتى انها توصل للانفكتيف. الترانزميشن of Trichus trichura infection done by fecal oral route via contaminated food, hands. ممكن ننتقل الـ Trichus trichura infection. According to life cycle، في البداية بهمنا نعرف ايش infective stage. People infected by swallowing imperionated egg. So الـ infective stage of Trichus trichura infection is imperionated egg. Okay. Then egg will reach to small intestine. In small intestine, larva hatch from
the embryonated egg. Then larva transfer to large intestine attached to colonic epithelium, then mature to adult male and female. After fertilization, female lying in 3 months the eggs. بالنسبة لللايف سايكل في فيجر من ال CDC بيوضح اللايف سايكل بشكل أفضل. هاي اللايف سايكل اوف ترايكورس ترايكورا. خلينا نبلش بالانفكشن. الانفكتيف ستيج ايش حكينا عنه؟ يلي هو الامبريونيتد ايج are ingested by a human when reached to small intestine. Larva hatch from embryonated egg and transfer to large intestine. In large intestine or colon راح يصير لها maturation وتتحول للأدلت. تعطينا adult male and adult female مثل ما نحن شايفين هون في large intestine. After fertilization, ال female trichorus trichora adult رح تعمل lying لل eggs وال eggs will pass in feces. هلا ال unembryonated egg هي رح تعمل passing with feces. So ال diagnostic stage اللي نحن رح نشوفها في ال stool sample unembryonated egg. تمام. هلا ان انفايرمنت الايج راح يصير لها ماتوريشن. ان امبريونيتد ايج ويل ماتور تو سيل ستيج ذن تو ادفانتج ستيج ذن فاينالي تو ريتش امبريونيتد ايج. الامبريونيتد ايج نحكي مره ثانيه هي الانفكتيف ستيج وبهيك بتتم عنا ال cycle of trichorus trichora. بالنسبة لشكلها حكينا هي web worm. طب هاي this figure show the adult of trichorus trichora. شكلها بالضبط مثل الصوت. شايفين كيف شكلها؟ تمام. والسكند فيجر show that trichorus trichora egg. هاي الايج هاي الامبريونيتد ايج اللي ممكن سوري نلاقيها بالفيس السامبل. شكلها كتير مميز رح نتعرف على اجزائها في اللاب ان شاء الله. طلع كيف لها تو بولز هاي الامبريونيتد ايج والشل ثيك شل مبين عنها. تمام. بالنسبة للسيكتومز 99% of trichorus trichora infected patient are asymptomatic. But when infected by heavy load of trichorus trichora embryonated eggs may give some symptoms including diarrhea, dysentery, anemia, rectal prolapse. Diagnosis of trichorus trichora infection. The standard technique اللي ممكن نتبعها في اللابوراتوري هي عبارة عن stool examination. In stool examination مطلوب منا نعمل detection لل unembryonated egg of trichorus trichora. تمام. بالنسبة للتريتمنت عادة trichorus trichora infection